أعزائي طلاب التعليم الإلكتروني المفتوح والمدمج، أنا الدكتور عادل رمضان الزيادي سأقوم بعرض بعض الموضوعات الخاصة بمادة القيادة الإدارية وإدارة الموارد البشرية الخاصة بالمستوى الرابع الفصل الدراسي الأول مستشفيات. بالنسبة للوحدة التعليمية الأولى لقد قمت بشرحها لكم في المحاضرات وكانت بعنوان الإطار الفكري للأنماط القيادية، وسأتولى الآن الوحدة التعليمية الثانية بعنوان القيادة وتمكين العاملين. تعريف تمكين العاملين هو إتاحة درجة مناسبة من الحرية والتصرف للموظفين أو العاملين فتوكل إليهم مهام يؤدونها بدرجة من الاستقلالية مع مسؤوليتهم عن النتائج، معززين بنظام فاعل للمعلومات يهيئ تدفقا سريعا لها مع التركيز في ذلك على العاملين الذين يمارسون عمليات ترتبط مباشرة بالجمهور. أبعاد التمكين: التمكين يتكون من 4 أبعاد، هي حرية الاختيار، وتعني درجة الحرية التي يتمتع بها الفرد في اختيار طرق تنفيذ مهام عمله. 2، الفاعلية الذاتية، وتعني قدرة الفرد على إنجاز مهام عمله بنجاح استنادا إلى خبراته ومهاراته ومعرفته. 3، معنى العمل، ويعني إدراك الفرد أن المهام التي يؤديها ذات معنى وقيمة بالنسبة له وللآخرين والمنظمة. 4، التأثير، ويعني اعتقاد الفرد بأن له تأثيرا على القرارات التي يتم اتخاذها والسياسات تضعها المنظمة خاصة تلك المتعلقة بعمل. وقد لاقت هذه الأبعاد الأربعة قبولا واسعا من جانب الدارسين والباحثين في مفهوم التمكين، وتم استخدامها في قياس التمكين، وأظهرت الدراسات مساهمة هذه الأبعاد الأربعة في تكوين مفهوم التمكين ولكن بدرجات مختلفة. مراحل عملية التمكين: يعد التمكين عملية تغيير شاملة لجميع أجزاء المنظمة من أفراد وسياسات، وتمر عملية التغيير بالمراحل التالية: مرحلة التهيئة المبدئية لكافة العاملين بالمنظمة، مرحلة عدم الرضا لأنها تتبع أسلوب التعامل وتحمل السلطة والمسؤولية، فبتيجي أول حاجة في تغيير بقى في عدم الرضا، يلي ذلك مرحلة اقتناع بعد ما الموظفين يعرفوا أن ده التمكين لمصلحتهم ويحق لهم مزايا المنظمة، في مرحلة الاقتناع. 4، يلي ذلك مرحلة التطوير. دعائم عملية التمكين: لنجاح عملية التمكين يلزم تدعيمها بعدة عوامل من أهمها مالي، تأييد الإدارة العليا، طبعا لازم في تأييد من جانب الإدارة العليا. 2، تخصيص الوقت الكافي لعملية التمكين وعمل اجتماعات وندوات لشرحهم تلك السياسة. 3، وجود ثقة متبادلة بين الإدارة والعاملين، بين العاملين ومختلف الرؤساء. 4، الالتزام الداخلي. 5، المشاركة الفعالة. يلزم لنجاح عملية التمكين العاملين قيام المنظمات بتبني مفاهيم جديدة مثل مشاركة المعلومات بين جميع أطراف المنظمة، والمشاركة في صنع القرارات، وتفويض السلطات، وبناء فرق العمل، وتوفير الاستقلالية الذاتية، وتدعيم عملية التقييم الذاتي، وتشجيع الابتكار، وتبني هياكل تنظيمية مرنة تميل إلى الأفقية أكثر من الهرمية. خطوات تطبيق التمكين: بيمر بعدة خطوات. أول حاجة وضع الأهداف بطريقة تحفز الأفراد على تحقيقها وتعريفهم كيفية تحقيق هذه الأهداف. 2، تعريف الأفراد كيفية الحصول على الموارد اللازمة لتحقيق تلك الأهداف. 3، إزالة العوائق البيروقراطية التي تحد من المشاركة والاتصال الفعال. 4، إظهار الثقة في قدرة المرؤوسين على تحقيق الأهداف واتخاذ القرارات. 5، زيادة الفرص المتاحة للمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بكافة جوانب المنظمة. 6، تدريب العاملين على التفكير الإبداعي وحل المشكلات لتحقيق نتائج أفضل. مزايا عملية التمكين بالنسبة للمنظمة: 1، زيادة الإنتاجية والربحية نتيجة ارتفاع كفاءة العاملين والعمليات. 2، تحسين جودة الإنتاج والخدمات. 3، زيادة القدرة التنافسية وتحقيق مكانة متميزة في السوق. 4، تطوير والتحسين المستمر. 5، تحسين عملية اتخاذ القرارات وحل المشكلات.
6 تحسين عمليه الاتصال وتدفق المعلومات بين العاملين والمديرين. 7 تغيير مفهوم الخطا من فعل يجب المعاقبه عليه الى فرصه للتعلم والتطور. التمكين بالنسبه للفرد: 1 اشباع حاجات الفرد من تقدير واثبات الذات وزياده الرضا الوظيفي للجميع. 2 تغيير اتجاهات الفرد من وجوب القيام بالعمل الرغبه في القيام بالعمل. 3 زياده الدافعيه الذاتيه للفرد. 4 تنميه شعور الفرد بالمسؤوليه. 5 زياده ولاء الفرد للمنظمه. 6 تخفض مدركات الفرد للضغوط السلبيه للعمل والحد من الصراعات التنظيميه. 7 ربط المصالح الفرديه مع مصالح المنظمه. معوقات التمكين: تخاف المديرين من فقدان السلطة والنفوذ الذين يتمتعون به في ظل المركزية وعدم المشاركة. 2 تخاف المرؤوسين من تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات وحل المشكلات لاعتيادهم على تلقي الأوامر وتنفيذها دون تحمل مسؤولية نتائجها في الهياكل التنظيمية التقليدية. 3 تخوف المرؤوسين الكسالى وذوي الإنتاج المنخفض والذين يعتمدون في كل صغيرة وكبيرة على رؤسائهم من ظهور مهاراتهم وقدراتهم وضعف إنتاجتهم أمام الإدارة. الاعتقاد الخاطئ من جانب الإدارة أن تمكين العاملين هو الحل السريع والأكيد لعلاج كل المشكلات التي تعاني منها المنظمة. 5 الاعتقاد الخاطئ بأن برنامج التمكين الناجح في منظمة ما يمكن نقله ومحاكاته كما هو في المنظمات الأخرى. 6 تغيير المديرين الحاليين يمكن أن يؤثر في مجريات التمكين نظرا لوجود ميل طبيعي لدى المدير الجيد في تغيير الأوضاع الحالية. 7 حدوث الاندماجات بين الشركات يعطل مجهودات التمكين حيث تختلط الشركات ببعضها ويصعب تحقيق تكامل سريع بينها في البرامج والمناهج. القيادة الفعالة في عملية التمكين داخل المنظمات: 1 تحديد المستوى المهاري للمرؤوسين. 2 مشاركة المعلومات حول الهدف المراد تحقيقه وأهميته للمنظمة. 3 توفير التدريب للعاملين حسب الحاجة. 4 توفير القدر الملائم من الدعم والإشراف تبع المستوى المهاري للمرؤوسين. 5 التأكد من أن المرؤوسين ينمو بصورة مستمرة عن طريق إعطائه مسؤوليات جديدة. 6 إزالة العوائق البيروقراطية التي تعوق تطبيق التمكين. 7 التأكد من وجود الموارد اللازمة للمرؤوسين لتحقيق الأهداف والتأكد من أنهم يستطيعون الحصول عليها. 8 التغذية المرتدة بالمعلومات حول كفاءة أداء المرؤوسين والمنظمة. إن عملية التمكين يلزمها قائد، وهذا القائد له أدوار عديدة متفاعلة مع بعضها البعض، ونجاح القائد في القيام بهذه الأدوار مجتمعة تجعله يقود المنظمة عن طريق التمكين للعاملين بنجاح.